نجح مركز عيسى الثقافي في تمثيل مملكة البحرين كضيف شرف في مهرجان سيفن هيلز الدولي للأفلام الذي استضافته مدينة بيج المجرية بمشاركة ما يزيد على 4000 مثقف وموسيقي وعدد من المخرجين والفنانين والسينمائيين من مختلف دول العالم، ممن أعجبوا بمعالم النموذج البحريني المتناغم في التسامح والتعايش وعرض ثقافة حضارة دلمون الأزلية عبر لغة الموسيقى الراقية والأزياء ولوحات فنية عبرت جميعها عن واقع البحرين الحقيقي ومعالمها وعن ماضيها التليد وحاضرها المجيد. بلغة الموسيقى كأداة ووسيلة أثبتت جدارتها في التأثير على جمهور العالم ومخاطبة مشاعره، وعبر تقاسيم الأوركسترا الراقية التي تعالت نغمات معزوفاتها في أروقة مهرجان سيفن هيلز الدولي للأفلام الذي اعتادت على احتضانه سنويا جمهورية المجر، أفصح المايسترو البحريني وحيد الخان عن واقع طبيعي من وحي البيئة الحضارية التي نشأت مع نشأة مملكة البحرين الخليفية، ليفلح في تقديم مشاهد من عراقة البحرين وثقافتها وحتى جوانب الاتزان في تاريخها ضمن قالب موسيقي ترجم قيم وذكريات من وحي واقع التعايش تحت الأجواء البحرينية. من خلال الموسيقى الألبوم هذا تم تأليفه لهذا الغرض، لإيصال رسالة معينة، رسالة السلام للعالم وأيضا الواجهة الجميلة للبحرين إلى العالم، يعني مثل ما نقول show Bahrain to the world. أوركسترا، صور، لوحات، عرض أزياء بحرينية، وهذه من الأمور اللي فعلا نحن نحتاج لها على أساس نودي للعالم الثقافة البحرينية اللي ممكن الناس تعرفها، وإحنا في أمس حاجة اليوم إلى هذه النوع من الثقافة. عروض موسيقية وأخرى فنية بنكهة بحرينية متجانسة تركت أثرا أثيثا في نفس أكثر من 4000 من المثقفين والمؤلفين والموسيقيين وكتاب السيناريو والمخرجين والفنانين السينمائيين من مختلف دول العالم، ممن لازمهم الفضول الصحي الذي جاء كمفتاح عظيم للإبداع المثمن من قبلهم والذي أماط اللثام عن جنباته اليوم البحريني، وأجاد تنظيمه مركز عيسى الثقافي في الخامس من الشهر الحالي وفي وسط الضاحية التاريخية لساحة ميدان مدينة بيج المجرية التي كانت شاهدة على عرض للأزياء البحرينية الشعبية تألقت فيه ألوان الثقافة البحرينية الشعبية. ولم يكتف اليوم البحريني بهذا القدر من كشف موروثات حضارة دلمون، ليسارع في تقديم معرض فني لإبداعات عدد من المصورين والتشكيليين البحرينيين المتألقين، ممن أطلقوا العنان لأفكارهم الانتمائية التي خرجت للحضور بنحو 120 صورة ولوحة فنية عبرت عن واقع البحرين الحقيقي ومعالمها وعن ماضيها التليد وحاضرها المجيد. هي رسالة لأصدقائنا المجريين بأهمية الفن وأهمية رسالة الثقافة في التقارب بين الشعوب، وبأيضا نشر ثقافة التسامح والاندماج، وأيضا رسالة سلام لجميع شعوب العالم. عند سماعي للموسيقى أحسست وكأنها تدخل وتداعب جلدي، وهذا ما أشعرني بالإثارة والاستمتاع الكامل. شكرا كبيرا يا البحرين. زي البحريني يعني قاعد ينتشر، هم بروحهم أصلاً قاعدين يلبسونه، فشيء وايد حلو. خلي الناس الشعوب تتعرف على اللبس البحريني، الزي البحريني، على التراث البحريني يعني. على صوت المقام وتهادت على الآذان سلالم موسيقية هام الحضور بنظمها وانسجامها وتناغمها، ليلة مجرية صدحت في سمائها ثقافة خالدة لا يوزن مقدارها ولا ينفذ مخزونها، ولا يمكن للمنطق أن يتوارى بلغته عن ذكر تاريخها المطرز بخيوط براقة من التسامح والإخاء تلاقت بروعتها
لتغطي جسد مملكة أرض الخلود بثوب لؤلؤي فصل على محيطها الذي تآلفت وجهاته لتتغنى بعظيم ما كانت وما زالت عليه من التكافل والتعايش السلمي بين كل من تطأ أرجله تراب أرضها الطهور. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.